السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة للصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي. نبدأ اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة الأولى من يونت 3. يونت 3 يقسم إلى 4 مواضيع في الجرامر في القواعد. أولا موضوع التعاريف اللي حنستعرض اليوم إن شاء الله. ثانيا الإف الشرطي الإف كونديشنالز في الموضوع الثاني، وهي في 4 kinds of conditionals 4 حالات. النوع الثالث الريغريت الندم، والنوع الرابع اللي هو الريبورتد كويستشن ان شاء الله. سنستعرض اليوم اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله الموضوع الاول من المواضيع اللي هو موضوع الديفينيشنز التعاريف. ديفينيشنز التعاريف جايه من كلمه ديفاين عرف. ديفاين عرف راح يعطيني القاعده، لازم الطالب يحفظ القاعده. القاعده هي اسم المهنه، مثلا دكتور، بايلوت، تيتشر، وهكذا. إذا كان الاسم المهنة يبدأ بحرف صحيح نخلي A، حرف الـ A كابيتال، A doctor، A pilot، A teacher، A worker، وهكذا. إذا كان هذا الاسم يبدأ بحرف علة فنضع قبله أن، مثلا engineer المهندس، an engineer، architect، an architect، archaeologist، an archaeologist، وهكذا. بعد ما ننتهي من اسم المهنة أي وأن نخلي is لأنه مفرد، is someone who يعني هو الشخص الذي، والفعل شو نضيف له بالقوس is. هسه ليش is؟ هذا third singular، اسم الشخص الثالث، لأنه الاسم مفرد. الاسم مفرد لازم نضيف is، ودائما بالوزارة يجينا اسم مفرد. مثال اجي 2014 الدور الأول، define a cameraman، عرف المصور. a cameraman operates، يشتغل، يشغل the camera for films. طبعا كلمة define عرف تروح هاي الكلمة، a cameraman هاي الأي عزيزي لو تلاحظها مو من أصل الكلمة. ليش؟ لأن أكو مسافة حرف فراغ space، هاي تعتبر كلمة كاملة، أي هاي تكبر. فش تصير a cameraman؟ a cameraman is someone who، الفعل نضيف له is، operates the camera for films. a cameraman أجيب العبارة is someone who operates، نضيف is، operates the camera for films. إن شاء الله واضح هذا المثال. المثال الثاني define a pilot، عرف الطيار. define a pilot، ينتبه الطالب أنه كلمة define تحذف. a pilot الأي مو من أصل الكلمة، أصلها pilot، الأي تكبر. فش نقول؟ a pilot is someone who، a pilot is someone who، وش نضيف قلنا؟ نضيف is. يلاحظ الطالب بأن كل كلمة تنتهي في إضافة الـ is، هم كل حرف y قبل حرف علة يقلب إلى I. فش يصير؟ flies a plane، يحلق بطائرة. a pilot is someone who flies a plane. define a plumber، عرف السباك. define a plumber، عرف السباك. الأي مو من أصل الكلمة، a plumber السباك اللي يشتغل بالبايبس بالأنابيب بالwater بالماء. a plumber سباك، أبو المي والمجاري يعني. a plumber الأي مو من أصل الكلمة تكبر. a plumber is someone who fixes. fixes نضيف له es، يعني كل كلمة تنتهي بالs بالx بالch بالsh شو نضيف لها؟ es، وكذلك z. fixes and. عزيزي الطالب إذا شفت and معناها هذا فعل وهذا فعل ثاني، معنى هذا المهنة بها عمليا، فضيف اس للعمل للوظيفة، ضيف اس للعمل. فش تصير؟ a plumber is someone who fixes and installs. fix يصلح، خدناها repair، و install ينصب، خدتها بيونت 2 ينصب put in. fixes and installs pipes for water. نشوف الجواب النموذجي. a plumber is someone who fixes and
installs يلاحظ الطالب الاس بالفكس والانستال بايبس انابيب فور ووتر. هذا هو خلاصة الموضوع، بس اريد طالبي ينتبه لي على ملاحظة اند وراح اكتب لك اذكرها. اذا احتوى القوس على اند يجب اضافة اس للفعلين. اذا بدأت المهنة بحرف صحيح مثل دكتور تيتشر لوير نيرس نخلي اي ادكتور اتيتشر الوير انيرس، واذا بدأت بحرف علة نضع ان مثل انجينير ان انجينير اركيتكت ان اركيتكت وهكذا. ديفاين انجينير عرف المهندس، تحذف الانجينير لانه تبدا بحرف علة فايش راح تخلي؟ راح تخلي ان. ممتاز. شو يصير؟ ان انجينير ان انجينير از سمون هو ديزاينز اس ديزاينز اند بيلز اند بيلز ماشين اور روز. ان انجينير از someone who is designs and builds. شوف S للديزاين و S للبيلد بسبب وجود الآن بعمل machines or roads. define architect عرف المعماري. define architect architect يبدأ بحرف العلة فشو نقول أن. an architect is someone who designs building. شوف جواب النموذجي. An architect is someone who designs buildings. Define a nurse. Define a nurse. عرف الممرضة. في بعض الأسئلة ما يعطينا هذا القوس. هذا المساعد ابني ما يعطيني اياه. شلون استاذ؟ موجود عندك تمرين في صفحة 49 من كتاب الاكتيفيتي وفي صفحة 50 من كتاب الاكتيفيتي. في صفحة 50 هو مطيق كاتب لك define nurse, define fashion designer, مطيق اياه define cartoonist وما مطيق الوظيفة مالته شنو يشتغل. فانت تحفظهن، احنا حالك اياهن، المدرسين حاليها لكم. فش يصير؟ a nurse is someone who a nurse is someone who تصفن النيرس ممرضة شنو عملها؟ عندك take care، عندك look after، عندك heal أخذ look after looks after. ليش إس؟ لأنه قلنا لازم أضيف إس الفعل. A nurse is someone who looks after تهتم تعتني أو takes care أو helps تساعد sick people الناس المرضى. define a fashion designer عرف الفاشن ديزاينر. define عرف فاشن ديزاينر مصمم الازياء. a fashion designer is someone who هنا ملاحظه بسيطه تقدر تعتمد عليها. شكو اسم مهنه بي اي ار نقدر نشتق الفعل منه بس نوخ لي ار مثل teacher تبقى teach player تبقى play فعل swimmer تبقى swim designer designs وش أضيف له؟ أضيف له is clothes. فش يصير؟ a fashion designer is someone who designs clothes. بهالحالة نكون قد أنهينا محاضرة الأولى من قواعد unit 3 هو موضوع التعاريف. نعيد موضوع التعاريف أي وأن بعدين اسم المهنة بعدين is someone who بعدين نجيب الفعل كلمة الأولى بالقوس دعم الفعل كلمة الأولى بالقوس إذا أنطى قوس ودعم يعطي قوس عدا 2016 الدور الثاني ما أنطى قوس. تجيب القوس أول كلمة فعل شو تضيف له is وتكمل قوس. عزيز الطالب عزيزة الطالبة إذا لقيت بالقوس and اعلم فأنه راح أضيف is للفعل قبل and وضيف is للفعل بعد. هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.